جزيف داود انا تعلمتها كنت صغير قبل كنت بعد بالمدرسه دي ايام الصيفيه كنت اشتغل فيها عند خي الكبير بتعني لي كثير اشياء بترجعني للتراث القديم وكثير برتاح وبنبسط بحس حالي طاير من الفرح وقت بشتغل فيها بعشقها كل يوم فيها عندي شيء جديد ما في ما بقدر ميز حالي عن العالم يمكن في ناس احسن منه يا عالم يا ناس يا هو ما 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 تشتغلوا ما تاخذوا الاشياء المدرن اللمبه باثنين رجعوا للتراث التراث القديم كثير حلو تحديات كثيره منها شغلتنا ومهنتنا عم تنقرض اصلا الدوله ما بتساعد ما بتقرب علينا ولا شيء ابدا ينتبهوا علينا ينتبهوا على الحرفيين الصغار لانه هذا هو الوسط حرفيين صغار من تراث لبنان